مطالبات الأوكرانية بفرض حظر جوي فوق سمائها وسحب عضوية روسيا من مجلس الأمن. ينضم إلينا عبر سكايب من غازي عنتاب المحلل العسكري طارق حاج بكري، حياك الله. تحياتي لكم والنصر بأوكرانيا والثورة السورية. وعبر الهاتف من كييف المحلل السياسي الدكتور منتصر البلبل، أهلا ومرحبا بك دكتور منتصر. أهلا وسهلا فيكم. حياك الله. أبدأ معك دكتور أو أستاذ طارق. أستاذ طارق، الخارجية الروسية تقول أن احتمالية اصطدام الجيش الروسي في أوكرانيا مع قوات حلف الناتو تتزايد، هل تعتقد أن قوات الناتو مستعدة لمواجهة القوات الروسية بعد الحشد في جوار أوكرانيا خلال الأيام التي مضت؟ أولا تحياتي للدكتور منتصر بلبل الصديق العزيز. ثانيا، خلال الأيام المقبلة قد لا نشهد أي اصطدام عسكري ما بين روسيا وحلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا الاحتمال مطروح على الطاولة بقوة فيما إذا تمادى الإجرام الروسي في أوكرانيا وانتصار تحقيق روسيا انتصار في أوكرانيا. هذا يعني قهر الإرادة لإرادة حلف شمال الأطلسي وقهر المجتمع الدولي، وهذا قد ينجم عنه نتائج خطيرة لاحقا. الحرب في أوكرانيا سوف ينجم عنها أحد أمرين، إما انهيار حلف شمال الأطلسي أو انهيار روسيا. فإذا تمادت روسيا وتمادت في إجرامها وقصفها العنيف واتباع سياسة الأرض المحروقة في أوكرانيا، فهذا يعني أن المجتمع الغربي سوف يتدخل حتما، وحلف شمال الأطلسي سيتدخل. أما في الوقت الحالي فتدخل حلف شمال الأطلسي سوف يكون مقتصرا على تقديم الامتدادات العسكرية اللوجستية لأوكرانيا، وخصوصا الأسلحة ذات الفعالية والدقة العالية الصغيرة قادرة على تدمير الطائرات الروسية وتدمير المعدات العسكرية الروسية الأرضية، مما يكبد روسيا خسائر كبيرة جدا على الأرض، وخصوصا الاستراتيجية التي تبعتها الدولة الأوكرانية كانت جيدة جدا، وهي عدم المواجهة العسكرية مباشرة مع روسيا، باعتبار أن روسيا عسكرية من ناحية العسكرية متفوقة جدا على أوكرانيا، وبالتالي هي استجرتها إلى داخل الأراضي السورية وانتقلت إلى الحرب الشعبية وحرب العصابات، وهذا يكبد العدو المهاجم خسائر كبيرة جدا، باعتبار أن أصحاب الأرض هم أعلم بأرضهم وأقدر على التحكم بها. وروسيا إلى الآن هي خاسرة خسارة مطلقة، وأثبتت التجارب خلال الأيام الماضية وخلال المتابعة أثبت أن الجيش الروسي هو ليس ذلك الجيش المدرب وليس ذلك الجيش القوي، وأن الأسطورة الروسية التي يحاولون رسمها أسطورة القوة العسكرية الروسية التي يحاولون رسمها هي أسطورة كاذبة، وأن العتاد الروسي والمعدات الروسية هي غير جيدة وغير قابلة على خوض حرب تكنولوجية معاصرة في الوقت الحالي. وبالتالي إذا نجحت روسيا بإجرامها وباستخدامها لأسلحة محرمة دولياً وأسلحة فتاكة، قد يكون هناك نوع من الاصطدام مع حلف شمال الأطلسي فقط عند انهيار أوكرانيا، وهي لن تنهار إن شاء الله. دكتور منتصر، أنتقل إليك بداية، كيف تبدو الأوضاع في كييف بعد 6 أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا على المستويين الإنساني والعسكري؟ أولا مساء الخير وتحياتي لك وتحياتي لضيفك الكريم الأخ طارق من غازي عنتاب. حياك الله. الأخ طارق يعني فعلا أوجاز جيد، بارك الله فيه. الأمور بكييف الآن هدوء كامل. نعم. يعني حسب معلوماتي وحسب كييف محصنة بشكل جيد جدا، فقط بين الحين والآخر يسقط في بعض المناطق في أطراف كييف في بعض الأماكن طبعا طيران، أحيانا طيران وأحيانا صواريخ. كيف يعني محطمة المدى بشكل جيد جدا؟ ألو؟ نعم أسمعك. ده وأما بشكل عام في الحياة فهي حياة طبيعية ومع حذر شديد طبعا، لأنه بين اللحظة واللحظة يوجد إنذار. ألو؟ نعم. وبين اللحظة واللحظة، أما الحياة طبيعية طبعا، هناك انتشار للجيش وانتشار للقوى الشعبية المقاومة. نعم. الشعبية، وطبعا الحرس الوطني وكل يعني حماية كييف بشكل عام، لأنه بين الفترة والفترة يكون هناك متسللين ويتم إلقاء القبض عليهم. نعم. فالآن حذرين، يحاولون بيسمون قوات خاصة متسللة روسية دخلت إلى كييف وتحاول تغول بين الشعب بين الناس. اليوم من
عند الصباح قامت بالدخول إلى ملجأ وقامت بإطلاق النار. كان هناك 10 ضحايا وأتوقع 20 جريح فقط. نعم أستاذ طارق، قناة CNN الأمريكية نقلت عن البيت الأبيض أن واشنطن مستمرة في نقل المعلومات والسلاح للقوات الأوكرانية، لكن بايدن أكد أن قوات بلاده لن تقاتل في أوكرانيا وأنها ستدافع وتضاعف عن دول حلف الناتو. هل هذا مخطط يعني أن تتعدى روسيا حدود أوكرانيا؟ أولا أوكرانيا ليست بحاجة إلى الرجال، هي تحتاج فقط إلى المعدات التكنولوجية الدقيقة ذات الدقة العالية وذات التأثير المباشر على القوات المهاجمة. هي تحتاج المعدات التي تساعد المقاتلين في حرب العصابات على تحقيق ضربات كاسحة على مبدأ اضرب واهرب، وهذا ما تنفيذه الآن. هذه تحقق نتائج كبيرة جدا، وخصوصا كما شاهدنا خلال الأيام الماضية أن استخدام الطائرات المسيرة بدون طيار برقدار كان لها دور فعال جدا في إيقاف الأرتال المهاجمي، وهذه الأرتال عند توقفها وتعرضها إلى كمائن وحرب عصابات ومحاولات مناورات التفافية تؤدي إلى تدميرها بكامل وإعاقتها وتكبيدها خسائر كبيرة جدا. وبالتالي يضطر العدو المهاجم إلى طلب المزيد من هذه المعدات وبالتالي التكبد الكثير من الخسائر. حرب المدن الآن روسيا لا تستطيع الخوض بها، لأن أبناء الأرض وأبناء المدن هم الأقدر على الدفاع عن مدنهم، والمهاجم هو عبارة عن عنصر معمي، وهو عبارة عن عنصر مشروع كثير لا أكثر ولا أقل. لذلك والتصريح الولايات المتحدة الأمريكية هو صحيح بالوقت الحالي على الأقل، إذا أقصى ما يمكن أن تساهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية ربما يمكن أن تساهم في حماية الأجواء الأوكرانية، وهذا غير مطروح الآن على الإطلاق، لأن هذا سوف يجر إلى حرب جوية روسية أمريكية، وبالتالي قد يصبح تداعيات أخرى. هذه التداعيات قد تضطر روسيا عند تعرضها لخسائر كبيرة وهزائم كبيرة إلى استخدام أسلحة فتاكي مثل الأسلحة النووية والهيدروجيني والنوتريني، وهذا لا يريده العالم، لا روسيا ولا الغرب ولا حلف شمال الأطلسي ولا أمريكا. وبالتالي الآن الاستخدام المباشر غير مطروح على الإطلاق، وأوكرانيا أصلا لا تحتاج إلى هذا الاستخدام، فقط هي تحتاج إلى المعدات المؤثرة الفعالة بشكل مباشر، وهي قادرة على دحر القوات المهاجمة، وخصوصا أن هذه القوات إمدادها بعيد المسافة التي قطعتها بعيدة جدا وهي منهكة، وبالتالي هي أهداف شبه ثابتة على الأرض الأوكرانية. هناك تغطية جوية كاملة لها وتغطية بالعتاد الثقيل. دكتور منتصر، بعد أن تأكد عدم استئناف المفاوضات اليوم بين موسكو وكييف في بيلاروسيا، كيف تبدو الأوضاع في كييف معنويا في ظل استمرار القصف؟ المعنويات عالية جدا، يعني الشعب متماسك. طبعا هناك بعض التخوف، يعني لا يخلى الأمر، ولكن النسبة الكبيرة جدا تنطلق من منطلق الدفاع عن الأرض. يعني عندما تسأل أي شخص لماذا أنت هون، لماذا أنت موجود بكييف، لماذا مباشرة يقول لك هذه أرضي، هذه بيتي، أرض أولادي وأجدادي سوف أدافع بها حتى يعيش أولادي في حرية وكرامة. نعم. يعني الأجواء جدا يعني متفائلة، تضامن، تماسك، تنظيم رائع جدا متناسق بين المقاومة الشعبية والجيش وجهاز الأمن والحرس الحدود، تنسيق رائع جدا يعني جدا جدا يعني. يعني أنا نفسي استغربت أو تفاجأت بهذا التضامن الكبير جدا، يعني لا تجد إنسان يفكر بنفسه، إنما كلهم يفكروا بدولتهم بأرضهم. يعني معارضة، يتكلم الروسي، يتكلم الأوكراني، يتكلم كلهم في صف واحد باتجاه الغزو الروسي، وهذه ظاهرة جدا جدا يعني متميزة هنا، وحتى بنفسي يعني. نعم. أستاذ طارق، هل كاف برأيك إمداد أوكرانيا أو إمداد أمريكا لأوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية في ظل القدرات العسكرية الروسية الهائلة أمام الدفاعات الأوكرانية الهزيلة؟
أولا الحرب الحديثة تختلف عن الحرب التقليدية العادية بشكل كبير جدا. الحرب الحديثة هي أولا حرب معلومات، وهذه المعلومات يكون لها من نسبة 50 إلى 60% من حسم المعركة. التضليل الذي يستخدمه العدو ومحاربة هذا التضليل بتضليل آخر، سواء كان بتضليل آخر أو بنشر حقائق، يكون له دور كبير خصوصا على المعنويات، وخصوصا أن الجيش الروسي لا يقاتل بعقيدة، هو معتدي ويعلم أنه معتدي، بين المواطن الأوكراني هو يدافع عن أرضه ومنزله وبيته، وبالتالي هو بين أمرين، إما الانتصار أو الموت، وبالتالي هو الأقدر على المواجهة، ورفع معنوياته كافي من أجل تثبيته. وبالتالي فإن حرب المعلومات هامة جدا. نضيف إلى حرب المعلومات هي حرب التكنولوجيا. التكنولوجيا الآن العسكرية قادرة على إيقاف وسائل المواصلات، قادرة على التأثير على توجه الطائرات، قادرة على التأثير على الأجهزة البصرية والإلكترونية للمعدات المقاتلة. تزويد أوكرانيا بمثل هذه المعدات التكنولوجية والمعلومات الاستخباراتية قد يكون لها دور حاسم وكبير جدا، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية طبعا المباشرة والدائمة، وقادرة على توجيه الضربات للقوات الأوكرانية المؤثرة والفعالة على القوات الروسية المهاجمة، التي هي بالأساس لا تعلم لماذا تهاجم، إنما مجرد جيش يهاجم، جيش يهاجم شعب، والشعب لا يقاوم. لذلك والشعب لا يمكن مقاومته إلا بإبادته أو تدمير بنيته التحتية كاملا، وتدمير المباني التي يسكنها، وبالتالي إيجاده بالعراق. وأوكرانيا كبيرة جدا على هذا الأمر، وتستطيع استيعاب هجوم الجيوش الروسية من كافة أطراف. طيب دكتور منتصر، أمس طال القصف مبنى التلفزيون الأوكراني، إلى أي مدى تأثرت البنية التحتية للإعلام الأوكراني، وهل كانت كييف مستعدة لهذه الضربة المبرمجة بطبيعة الحال؟ الضربة لم تؤثر على أي شيء، البرنامج التلفزيون يعمل، نحن نقول كما خبرونا الدولة الأوكرانية وكما خبرتنا بعض المسؤولين أنهم قبل فترة توقعوا كل شيء. هناك بلا احتمالات، ومن بين الاحتمالات اللي موجودة هي ضرب الإذاعة والتلفزيون، وكان احتمال مباشرة لبديل، وحصل البديل والتلفزيون لا يعمل بشكل طبيعي بدون أي انقطاع. فقط هناك يعني قد تثير العالم اليهودي، لأنه القصف الذي طال مبنى الإذاعة يقع بجانبه مقر الهولوكوست اليهودي، وقد أصابه وقد دمر مكان الهولوكوست اليهودي بجانبه. هي طبعا يعني أصاب مكانا مقدسا لليهود ودمره. لا أعرف ردة فعل المجتمع اليهودي على هذا كيف ستكون يعني. أما هناك إضافة بسيطة سأضيفها لمعلومات القدير الذي تفضل فيها الأخ طارق من غزة عنتاب. الآن هناك تعليمات من القيادة العليا بحرب عصابات في المناطق التي يتواجد فيها روسيا، ولكن بضرب خزانات الوقود كاملة بأي شكل من الأشكال، حرمان الجيش الروسي من أي سلارك، أي وقود للدبابة حتى تأتي على شل حركة الأرتال العسكرية الروسية. نعم. أستاذ طارق، كيف ستؤثر هذه الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا على المنطقة العربية بشكل عام وسوريا بشكل خاص؟ أنا أرى ارتباط وثيق جدا ما بين الغطرسة الروسية في أوكرانيا والغطرسة الروسية في سوريا. روسيا حاولت العمل في أوكرانيا عسكريا كما فعلت في سوريا، مع أن سوريا ذات حجم أقل من ناحية المساحة بالنسبة إلى أوكرانيا، وفي سوريا الأمر يختلف. لدينا عصابة مجرمة تحكم سوريا، يقاتلوها ثوار عزل تقريبا من الأسلحة، لا يملكون الأسلحة الفردية. وبالتالي فإن انكسار روسيا في أوكرانيا أو حتى انتصارها سوف يكون له نتائج إيجابية بإذنه تعالى على الأرض السورية، لأن انتصارها في أوكرانيا يعني قصص أجنحتها في كل أنحاء العالم ومنها سوريا. انكسارها في روسيا في أوكرانيا أيضا يعني إضعافها وإخراجها من المجتمع الدولي كقوة دولية وكقطب
في هذا العالم، يعني أيضا خروجها من سوريا انعكاساتها يجب أن تكون إيجابية ويجب أن تكون فعالة، لأن المجتمع الدولي الآن الذي كان يتغاضى سابقا عن إجرامها في سوريا لا يمكن أن يتغاضى الآن عن الإجرام في سوريا، لأن إجرامها أن تمتد إلى أوكرانيا، وانتصارها في أوكرانيا يعني امتداد إجرامها باتجاه هولندا واتجاه أوروبا الشرقية واستعادة الهيمنة الروسية القيصرية أو البلشفية على كل أوروبا، وتماديها في إجرامها وفرض نفسها على الغرب كقوة عظمى وكأكبر منهم في حال انتصارها. أما هزيمتها فهذا يعني انتحارها في كافة أنحاء العالم. نعم. المحلل العسكري طارق الحاج بكري كنت معنا عبر سكايب من غازي أنتاب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا، وأيضا الشكر موصول إلى المحلل السياسي الدكتور منتصر البلبل الذي انضم إلينا عبر الهاتف من كييف، شكرا جزيلا لك.